دي ايه؟ الوش شال عربيتي. طب اركبي بسرعه وانا هجيبها لك. مش هيرضى. يلا اركبي. ظبط غتت. مش فاهمه اعمل ايه يعني، اركن فين؟ مش يبقوا يشوفونا اماكن نركن فيها وبعدين يبقوا يحاسبونا؟ انا بكره الضباط دول، بكرههم. كل واحد حاطط لي كام نجمه هنا، خلاص فاكر ان محدش هيقدر يكلمه. العربية يا ابني. شكرا يا سربي. اي خدمة حازم باشا. نرضى لك الافراح. سلام. نزل يا ابني العربية. انا اسف المرة اللي فاتت ضايقتك على البور، كنت متضايق شوية. ولا يهمك، انا كمان كنت متضايقة شوية. على فكرة انا ما عرفتش اسمك لحد دلوقتي، انت اسمك ايه؟ حازم. هاي حازم. سارة. عارف؟ على فكرة انا معجب بيك قوي يا سارة، كمطربة يعني. اضربها كده حتى واحدة وغنيها شوية كفاية يعني. لا لا لا، أنت الوحيدة اللي من الأصوات الصادقة، صوتك فيه دفء، فيه نبرة شرقية مش موجودة عند أي حد. شريتك عندي وبسمعها طول الوقت ومسبب المشكلة، كل ما بسمعه بنام. مش بتريق والله، هما صوتين اللي بسمعهم كده وصلت لغاية لما أنام، أم كلثوم وفيروز وأنت. سلام. ما بعرفش في المزيكا قوي بس ليه رأي لو تاخدي بيه يعني، لو تقدري تدعمي المزيكا الحلوة بتاعتك دي بأنغام شرقية. مش ممكن. عود. بالظبط، هو ده اللي كنت بفكر فيه. بس الناس هتقبل السيد ده؟ الناس بتقبل وبتفهم كل حاجه، مش زي ما انتم متصورين. ممكن تنضيل على الاوتوجراف بقى. اوتوجراف؟ اوكي. دي تعمل ايه؟ معلش بقى على بال ما اجيب الاوتوجراف بتاعي. معاك قلم؟ معايا قلم. حازم ايه بقى؟ حازم الشناوي. النمره بتاعتك الساعه كام النهارده؟ الساعة 12 هتيجي؟ هحاول. يا ريت اشوفك هناك. هتشوفيني؟ على فكرة الورق ده هيشوف. أي حاجة منك حلوة. يلا هشوفك. لا باي. مع السلامة. الورد. ميرسي. باي باي. مع السلامة.